عندي مشكلة مع واحد سيدة ممثلة محبوبة عند الناس وكيحترموها الناس، وتا أنا كنت كنحترمها، وأنا اللي كريت ليها، وأنا اللي كريت ليها في سونتر فيل 11 يناير، وهاد الدار فايتة أنا كرياها، ودخل عليها السيد مصلوحة ودخل بسلام وخرج بسلام، وكريت لهاد السيدة الممثلة المحبوبة المغربية المشهورة، وكتبان في رمضان وكتبان عند الناس كاملين، ودابا هاد السيدة دايرة معاها عقد الكراء. كريت معاها في 2011 وسالت الكونترا في 2013. كانت كتخلصني اليوم دنيا وغدا آخرة، وبقاو بيني وبينها ثلاثة الخلصات، وجيت عندها وقلت لها تخوي لي الدار، قلت لها تخوي لي الدار، قالت لي تعطيني 5 مليون. ما عرفتش، قالت لي تعطيني 5 مليون لا بغيتي دارك، ولا ما عطيتينيش 5 مليون الدار مشات ليك. وكملت لي جوج خلصات الاخرين، وناضت الخلصة الاخرى هرست الدار وجابت صحاب الشوف تي في. هرست الجليج وكتقول الدار تزنزنات بها لتحت، وانا الدار فايتة كارياها، وهرست الدار والله كيشهد عليها. وهاد السيدة الممثلة المغربية وشراو ليها دار الممثلين على كتافي انا، محشمات مراعات وهرست الدار، والله كيشوف وبكات وطلبات. وهذا الشيء عيب وعار اللي دارت، عيب وعار اللي دارت هذا الشيء، وطلبت بيا وناضت خرجتني في الجورنال ميتة وأنا حية، ما عرفتش. عيطوا لي الناس وقالوا لي سيري قلبي الجورنال متوفية ميتة، وبدلت العقد مع واحد من الورثة، وقالت لك جاوها الورثة وقلبت، وجاوا الورثه قالوا لها خرجي من الدار لان راها توفات. ولقات واحد من الورثه بدلت مع العقد، ودابا كنطلب شهاده الوفاه. الشعب المغربي ديال عائشه بن الشيخ ومن صاحب جلاله الملك ومن السيد الراي العام ومن الحكومه ومن الشعب المغربي اللي ما كيبغيش الظلم، وهاد السيده راه تعدات عليا، وكنطلب حقي من هاد السيده، كنطلب حقي اللي شوهاتني ودارتني في الجورنال ميتة وخرجتني في التليفونات. والسيدة كانت معايا مزيانة، وما عرفت اشنو اللي تقلبت عليا، ما عرفتش. تصبحت في التاور، صبحت في الجورنالات، صبحت في التليفونات، ودابا انا بيني وبين المحكمة داعية في عين السبع وعند الرأي العام. ما عمرني كنت كنظن في هذه الممثلة المغربية ضرني في حياتي، حتى ضرتني. وهذا الشيء خلاته حتى سالات الكونترا على ود كنت كاريالها ب 2000 درهم. دابا كنحس بالظلم، وبغيت صاحب الجلاله يوقف معايا والراي العام والحكومه والمحاميين والشعب المغربي يوقف مع هذه السيده عائشه بن الشيخ اللي ظلمت هذه السيده الممثله اللي شراو لها دار في طريقي. ودابا هذه السيده راه غادا تشوفني وراه غاتعرفني انا اللي كاريالها عائشه بن الشيخ. ودابا انا جيت باش تشوفوني وتعرفوا حقيقه هاد السيده وتكتشفوا حقيقتها، وانا اليوم جيت باش تعرفوا حقيقه هاد السيده، هاد الممثله المحبوبه. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك.